دلوقتي خلينا نروح لليندا، هتقول لنا تفاصيل الاخبار عن الطقس والاخبار بقى الجو البارد اللي احنا هنشوفه الاسبوع ده، تقول لنا هي كل التفاصيل. اتفضلي يا ليندا. الحقيقه يا هدير، زي ما قلنا من شويه لسه في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. الطقس الصبح هيكون برد، بالليل هيكون شديد البروده. تعالي نشوف التفاصيل بقى. اتفضل. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للبروده على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على الانحاء كافه. كمان النهارده هيكون في امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على عده مناطق متفرقه بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. قبل ما نستعرض درجات الحراره مشاهدينا، خلونا نروح للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير كمان على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، شفنا في الايام اللي فاتت كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، يعني من النهارده ولحد يوم 20 مارس اللي هو المفترض يكون نهايه فصل الشتاء، هل هيكون في انخفاضات تانية؟ اه طبعا، احنا لسه انخفاضات درجات الحراره مستمره معانا لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. مستمر انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بسبب تاثرنا بكتله هوائيه قادمه من جنوب وشرق اوروبا، كتله هوائيه شديده البروده بتمر على البحر المتوسط، بتعمل طبعا على انخفاض درجات الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، مع كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب وغياب اشعه الشمس على فترات من اليوم. الطقس خلال فترة النهار بنحس ان هو طقس بارد على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بيكون مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، دافي على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار. مع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس درجات الحرارة كمان بتنخفض بشكل ملحوظ، يمكن الصغرى بتوصل لـ8 درجات على القاهرة الكبرى، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، خاصة كمان في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. كمان مع وجود السحب على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري، في فرص طبعا لسقوط الأمطار. كميات الأمطار هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على سواحلنا الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، المناطق دي كلها معرضة طبعا لسقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح. نشاط الرياح سرعته من 30 ل 40 كيلومتر في الساعة، بيزود إحساسنا على فترات من اليوم بانخفاض درجات الحرارة. يمكن أكثر المناطق اللي بتأثر بيه اليوم نشاط الرياح هي جنوب سيناء، بعض المناطق من السواحل الشمالية، بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، لكن متوقع غدا تكون كافة المناطق متأثرة بنشاط للرياح. يمكن كمان في ذروه انخفاضات في درجات الحراره هنشهدها الثلاثاء القادم، متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 16 درجه مئويه، يعني انخفاض ملحوظ مع وجود نشاط للرياح نحس بدرجات حراره كمان اقل من اللي احنا دايما بنقولها. طبعا زي ما بنقول انخفاضات درجات الحراره دي مكمله معانا لنهايه الاسبوع، ان شاء الله مع يوم الخميس والجمعه تبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا مع اعتدال في نشاط الرياح، هنحس كمان باعتدال في الاجواء. ومع بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله تبدا كمان درجات الحراره ترتفع ونعود تاني للاجواء الربيعيه او الاجواء الدافئه خلال فتره النهار ان شاء الله. طب ايه دكتور النصايح اللي حضرتك ممكن تقدميها للمواطنين، خصوصا طلاب المدارس اللي هم بينزلوا بدري؟ هو طبعا اهم حاجه، لان احنا طبعا لسه بنقول ان الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر الطقس فيها بيكون شديد البروده، فاستمرار ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال فتره النهار وخاصه في الصباح الباكر طبعا والطلبه ورايحين جامعات او المدارس، وكمان خلال فتره النهار وخلال فتره الليل استمرار ارتداء الملابس الشتويه، وده مكمل معانا على الاقل لانتهاء فصل الشتاء اللي هينتهي باذن الله في 20 مارس ويبدا معاه فصل الربيع. كمان مع عوده الشبوره المائيه اللي هتعود من يوم الخميس القادم ان شاء الله، سادة قائدي المركبات والمسافرين على طرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. والنصيحه الاخيره المهمه هي المتابعه الجيده للنشرات الجويه، دايما قبل ما اخرج من بيتي اعرف حاله الجو ايه وابدا اتعامل مع اي ظروف جويه مختلفه.
شكرا لحضرتك يا دكتور منار. مشاهدينا كان معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 17 والصغرى بتسجل 8، الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 9، مرسى مطروح العظمى 14 والصغرى 9، سيوة العظمى 18 والصغرى 7، بورسعيد العظمى 15 والصغرى 10، دمياط العظمى كمان 15 والصغرى 10، الإسماعيلية بتسجل 17 والصغرى 8، السويس العظمى 17 والصغرى بتسجل 9. هنروح لعريش العظمى فيها 15 والصغرى بتسجل 8، سان كاترين العظمى 12 والصغرى 3، طابق العظمى 20 والصغرى 13، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13، الغردقة العظمى 20 والصغرى 12، الفيوم العظمى 17 والصغرى 7، بني سويف العظمى 17 والصغرى 8، المنيا العظمى 19 والصغرى بتسجل 9. هنروح لأسيوط العظمى فيها 18 والصغرى 9، سوهاج العظمى 19 والصغرى 10، قنا العظمى 22 والصغرى 10، الأقصر العظمى 23 والصغرى 11، أسوان العظمى 25 والصغرى 11، الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 10، شلاتين العظمى 23 والصغرى 13، وأخيرا حلايب العظمى 25 والصغرى بتسجل 14. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم، بنشكرك يا لمى.